عشان انظم الدنيا يعني اقول ايه المنطقه الصناعيه دي هيتعمل فيها ايه؟ هيتعمل فيها غزل ونسيج؟ هيتعمل فيها 1000 مصنع صغير؟ يبقى ال 1000 مصنع صغير يتعملوا. وهم بيتعملوا بتيجي المكن بتاعهم بناس متخصصين عشان انا ما اظلمش ابني وادخله في مهمه اضيعه فيها. اعمل له 1000 مصنع واجيب معداته تحت سيطره، تحت سيطره الدوله، مش سيطره الدوله في الاداره، لا في التشكيل في البناء، عشان هو يخش المكان ده يلاقي فيه مركز تاهيل، ممكن يلاقي فيه طبعا مستشفى صغيره، ممكن يلاقي فيه معرض يحط حاجته فيه. عايزين تعملوا كده؟ انا قلت الكلام ده قبل كده من سنه ونص، قلته في مدينة الأساس في دمياط، وقلته في الروبيكي في مدينة الجلود، وقلته في السجاد في كرداسة. يبقى دور هنا الشاب يعمل ايه؟ انا ممكن اعمل كده، يبقى انا الدراسة بدل ما يتعمل مليون دراسة، والكلام ده مش لحضرتك لا خالص، يعني الكلام ده لينا كلنا، بدل ما اعمل مليون دراسة بمليون شاب، لا انا هعمل من خلال رؤية الاقتصاديين والاستثماريين وكل حاجة، ايه الصناعات الصغيرة اللي ممكن تقوم في مصر؟ غزل ونسيج، تطريز، مش عارف ايه، كذا كذا كذا. طب اعمل لي بقى كيانات من دي، والكيانات دي تتبني، واحنا بنبنيها يكون في حد طالع بره بيشوف المكان اللي هيجي، يجي المكان يتحط، اقول له تعالى الشاب اللي عنده الاستعداد اتفضل، ادي مكان صغير فيه 50 مكنه، في هات الشباب زمايلك يشتغلوا معاك، الموضوع ده كله على بعضه ب 400,000 جنيه، بمليون جنيه زي ما يكون، يشتغلوا الناس ونقدر ناخد، لان احنا لو ما عملناش كده هناخد 30 سنه، هناخد 30 سنه عقبال ما نقدر ناخد مكاننا زي الدول اللي خدت مكانها. لكن لو انا بتصورت وعملت الكيانات ديت بنفسي تحت سيطرتي انا، وخدت المخاطره وما خفتش على الفلوس، وما خفتش على الفلوس، لو كنت عملت دمياط من سنه فاتت كان زمانها بتتسلم للشباب دلوقتي. اقول تاني، انا والله ما بقول الكلام ده عشان اللي انتوا بتعملوه دلوقتي، لا مش عشان تسقفوا، والله لو كنا عملنا ده ساعة لما قلتوا يتعمل في دمياط من سنة ونص كان زماننا دلوقتي بنسلم 1000 ورشة لشباب دمياط، وكنا عملنا، والفكرة اللي كانت معمولة بيهم اللي أنا بقولها دلوقتي، بقول هعمل أنا وابني أنا واجيب المكن أنا من أحسن دول العالم، عشان يبقى التأمين الفني بتاعها مظبوط، وعشان يبقى التدريب بتاعها مظبوط، وعشان يبقى المعرض موجود مظبوط، وعشان يبقى في قسم للتخطيط والتصميم مظبوط، يجي ولادي يخشوا، مش هعمل على قديمه، مش هعمل على قديمه، هعمل جديد بقى. ادي الكلام اللي احنا عايزين نعمله. عملنا كده يبقى عملنا في دمياط 2000 3000 ورشه يسعوا 20 30 50 الف.